ولا تقولي لي بقى الشركة الألمانية ولا الأسترالية ولا أي شركة. بصي هتخلصي منه بسهولة جدا وبفلوس بسيطة جدا ومن غير تعب، هتسيقي وتنظفي وتشيلي وتحطي، وهو هو مش هتعرفي تخلعي منه. أنا هقوله مش هو الكائن ده اللي مجننك؟ ها هو ولا مش هو؟ ومع فراتك لو انت بتخافي منه بقى بجد، تعالى انا هقولك على حل، مش يموته، تخلصي منه وتخلصي من اي كائن زي ده كده اهو في البيت عندك. بصوا قد ايه، اقل من عقله الصباع، صغنن جدا، بس يعني انا مقربه الكاميرا هتحس ان هو كبير، يعني عملاق لو كده هتحس ان هو بالنسبه ليكي كده كبير، لكن هو مش كبير والله العظيم. ده اكبر واحد اتوجد عندي اليومين دول، يعني الصرصار قد صغنن كده بس مقرف مقرف. دخل عندي الله واحد الله يسامحه جاي يعمل لي الفريزر، يصلحها لي، الشنطه بتاعته مليانه معبيه صراصير، سابها لي يوم غرقت الشقه والله باللفظ كده، الشقه اتملت بس في اماكن معينه، يعني عند النيش عندي والكنب، كل شويه اموت فيهم لما زهقت، جبت لهم كذا حاجه وما نفعتش. هقول لك الحل المثالي ليهم ان هو يقضي لك عليهم تماما، وتلاقيه مقلوب بالشكل ده، كبير بقى وصغير هيبتدي يطلع يموت، هتلاقيه ميت لوحده. يعني انا لقيت كميات ياما ميته الحمد لله، يعني انا لحقت نفسي قبل الشقه كلها ما تغرق بالمنظر ده والله. بقيت قاعده بالشبشب عشان كل ما يطلع صرصار اموته بالمنظر ده، ومبهدلت الدنيا، وحسيت ان الشقه كلها بقت مليانه صراصير، وقرفت. وسمعت فيديو واحده بتقول حطي حبه ملح على الكربونات ولا عمل اي حاجه، فلو انت زي كده فرحيني بالمتابعه واللايك والشير على الفيسبوك واليوتيوب باذن الله. بقيت قاعده له فوق السرير مربعه، واول ما احس برجلي بتضرب في الارض يطلع اكتشفت ان هم بيطلعوا تقريبا بيبقوا عطشانين، بسيق كده يعني حاجه اتكبت مني، بسيق بالقماشه بمسح بالقماشه، لقيتهم ابتدوا يطلعوا على ريحه الميه وعايزين يا عيني يشربوا عطشانين. طبعا غصب عني انا لازم اموت، ابقى اشرب بس موت، يعني مش طبعا هخلي شقتي والحاجه دي بتقرفنا كلنا في بيوتنا. الصراصير او النمل دي حاجه مؤذيه بالنسبه لست البيت، بالذات لما تبقي يعني منظفه البيت طول الوقت وبيتك نظيف يعني بتقرفي من الحاجه دي، وفجاه تلاقي ان البيت بقى فيه صراصير بالشكل الكميه الكبيره دي. والله 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 بجد انا استخدمته زمان، وكان في ناس كسرت المطبخ بتاعها تماما من كتر الصراصير، قالت لي عليه قبل كده بوظته، كان خشب. يعني لما استخدمت الحاجه دي زمان نظف مطبخها وقالت لي عليها، وانا جبتها كانت موجوده جبتها وعملتها قبل كده، يعني حياتي كلها الله اكبر ما عنديش صراصير، فين وفين لو لقيتي صرصار داخل لي من تحت عقد الباب او من شباك. المنتج ده تقريبا المنتج ده صيني، هتلاقيه بيتباع كده في الشوارع، ممكن تلاقيه في صيدليه عند اي بتاع منظفات، منتج والله 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 يعني بيفور لك البيت من اي صرصار. ممكن كمان لو كبير، يعني كان عندي واحد كبير ابتدى يظهر كان مدوخني برده، كل ما اجي اضربه الاقي جري، الحمد لله لقيته ضربته، يعني تقريبا بيبقى مدروخ فبيطلع. بس بالنسبه للصراصير الصغيره فهو والله العظيم جميل جميل جميل، تقريبا كان زمان كنت بجيب الثلاثه ب 10 جنيه، يعني دلوقتي احتمال هتجيبي التلاتة بعشرين جنيه. عايزة اقول لكم كمان جوزي كان عنده في المحل صراصير صغننة، ويعني جابوا تلاتة ليه وتلاتة ليا، انا خليت كيس كمان، يعني هو رش التلاتة بيقول لي الله اكبر ما لقاش حاجة عنده في المحل، وانا كمان يعني كل شوية الاقي صرصار مقلوب. وعايزة اقول لكم انا فعلا انا كنت استخدمته قبل كده، هتلاقيه عند اي بتاع منظفات. انا من اسكندرية ساكنة في سيدي بشر بحري، في واحد اسمه الحنش هتلاقوا عنده، قبلي كده قريب من البحر وقريب من الطرق. اما اي حد تاني خد سكرين شوت وهاتيه من اي مكان بتاع منظفات، وفي ناس بتبقى قاعده بيه في الشارع كميات بيبيعوه والله رخيص وحنين. اتمنى تفرحوني بالشير واللايك والمتابعه باذن الله، وفعلوا